البارح كان الدورة الثالثة ديال المهرجان تقفطان، وتوجتي كسفيرة تقفطان. بغيت تهضر لينا على هاد المناسبة. أول حاجة، أنا جيت من مدينة إيطاليا وممثلة مدينة إيطاليا، ويعني جيت على واحد الأساس، يعني ما كنتش متوقعة هذا التتويج، وفرحت بزاف بهذا التتويج. وهذا الحمل الثقيل ديال سفيرة القفطان المغربي لمهرجان ملكة جمال القفطان المغربي 2019، مهرجان الربيع للأزياء في دورته الثالثة. الحاجة اللي غنقول، أنا يعني فرحانة بزاف من التتويج، وعندي طموح كبير، وعندي يعني في دول الخارج ودول أوروبا ودول المهجر. الحمد لله القفطان المغربي معروف، أنا غنحاول نزيد نعرف بيه، لأن عندي أفكار، بغي ندير أنشطة، بغي ندير عروض، بغي ندير باش الشعب الأوروبي في دول المهجر إن شاء الله يتعرف على القفطان المغربي. كما قلت لك، ما محتاجش يعني نتعرف، ولكن أنا بغي نزيد نعرف، وعندي طموح وعندي أحلام، وكنتمنى يا رب هادشي يتحقق، حيت طموحي كبير بزاف. واش كنت متوقعة أنك غادي تدي سفيرة؟ ابدا ابدا، يعني انا كنت جايه على واحد الاساس. انا كان عندي حلم الطفوله ديالي، كنت كنقول غنكون ان شاء الله ملي غنكبر غنكون عارضه ازياء او ممثله. وشاء يعني القدر، الله سبحانه وتعالى، هذه القيته اللي شاء انني نحقق هالطموح. انا جيت كعارضه، يعني مبتدئه الحمد لله، واي واحد كيكون مبتدئ من البدايه كيبدا النجاح اي مجال. من البدايه الواحد كيكون مبتدئ في مجال الغناء، اي مجال، وكيطور راسه بنفسه وكينجح. هذا انا هادشي اللي كنت باغي نسعى ليه. كنت جايه كعارضه وباغي نتعرف كعارضه، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، لان الله اللي بغى انني نكون متوجه، ولجنه التحكيم طبيعه الحال اللي ثقت فيا وشافتني انني اهل لهذا اللقب، وكنتمنى انني نكون عند حسن ظن لجنه التحكيم واداره المهرجان. والاجواء كيفاش دازت البارح؟ اجواء الحفل، نعم، المنافسات اللي كانوا فسميتو، كيفاش دازت الاجواء؟ واش كلشي كان راضي على النتيجه، ولا كاين هناك احتقان بين اجواء الحفل؟ في الاول كانت جد رائعه، كانوا البنات متفاهمات، يعني مبسوطات، فرحانين. من بعد وقعوا نزاعات وبنات تقلقوا. انا اللي بغيت نقول، اي مسابقه في المغرب او في الوطن العربي ضروري كيكون الفائز وكيكون الخاسر. يعني الانسان خاصو يتقبل هاد المساله. واللي بغيت نزيد ناكد عليه، ان لجنه التحكيم جد نزيهه، اللي كانت على رئاسها الاستاذه ليلى وعزيز، ورئيسه لجنه ملكه جمال المغرب ابتسام ممني، وكانت جد نزيهه، وهما اللي شافوني اهل لهذا اللقب ديال سفيره القفطان المغربي، على اساس انني خارج الارض الوطن، وانني نقدر كيف ما قلت لك نزيد نعرف بالقفطان المغربي. يعني لجنه التحكيم كانت جد نزيهه، ما كانت حتى شي داكشي اللي كيقولوا البنات، ما عرفتش يعني. وكيف ما قلت لك، ضروري اي مسابقه غناء او اي مجال ضروري كيكون الخاسر والرابح. وكنتمنى من البنات يتقبلوا هذه كلمه اخيره. كلمه اخيره، انا كنشكر اداره المهرجان، كنشكر لجنه التحكيم اللي تاقت فيا وعطاتني هذا اللقب، يعني ديال سفيره ملكه جمال القفطان المغربي. ونتمنى نكون عند حسن ظنهم واكثر، وانا كنوعدهم بانني غنمثل القفطان المغربي في دول المهجر على احسن وجه. Troppo felici quanto io sono la Miss Kaftan Marrakesh 2019. Voglio ringraziare tutti gli amici a Italia, voglio dire grazie, grazie tanto.